نكمل بهذا الجزء. مثل ما تكلمت بذاك الفيديو حتى يكون الموضوع واضح أمامكم، واللي عنده سؤال يعني لا يبخل على روحه ويسألني، موجود كل ما يكون عندي وقت أرد على أسئلتكم، ما عندي أي إشكال بالنسبة لهذا الموضوع. كثير من الناس أو كثير من الاستشارات اللي أنسأل بها يوميا، سواء أنا يعني في الولايات المتحدة الأمريكية أو ناس تسألني يعني من البلدان العربية أو من أصدقاء أو ناس، يعني مخاوف من الفيرتشواليزيشن، يخاف ينقل الانفراستراكشر الى بيئة الكلاود او الفي، يعني هي كونفرج انفراستراكشر. في مثل طبيعة هذا التصميم ما راح يكون عندك اي مخاوف، راح يكون عندك عملية حتى الاستورج تكون بسيطة وسهلة جدا. في حالة حصول أي مشكلة في هذا السيرفر اللي هو هذا على يسار الشاشة، تكنولوجي مثل الفي موشن راح تنقل لك كل هذولي الفي ام ويرز، هذولي الابليكيشنات او الميل سيرفر او الاوراكل سيرفر او ايا كان، ينتقل الى السيرفر الثاني اللي موجود، اللي هو راح يحتوي على يعني اكيد على مساحة معينة حتى يستقبل استضافة هذه الـ Virtual Machines مؤقتا بما يتصلح هذا السيرفر. طيب نتكلم هنا تحت السيرفرات كبيئة السان، لكن هذا التصميم هو يتكلم عن بيئة اللان، وهذول اللي هم كستورجز تحت اللي مظاهرين بهذا الشكل، هذول اللي هم يعتبر سان، وهذا لكن هي ستورج تحت بيئة اللان، يعني السيرفر يعمل بوت من هذول. من المفروض انه يكون السيرفر، عفوا الهارد درايف هذا اللي موجود اللي هو اس اس دي، وهذا الهارد اللي هو يكون اتش دي دي اللي هو 7200، وهذا اللي هو اس دي دي سوليد درايف، وراح يعطيك اداء اسرع. طيب الفي ام وين اس دي ان، هاي شنو مهمتها؟ مهمة هذا الاس دي ان، على سبيل المثال انت لو كان عندك موظف كقسم للاتش ار، الاتش ار يعني ما يطلب ملفك الا بين فترة وفترة، يعني فترات قليلة، فلما يرسل الطلب راح تكون موجودة على الاس اس دي، يرجع بهذا الشكل يطلع بالاعلى يوصل للسيرفر المطلوب حتى يشوف معلوماتك، يعني كسيرفر قاعدة بيانات. بعد فترة ما تنطلب هذه المعلومات، ما يصبح عليها أي سؤال، أوتوماتيكيا هذا الـ VMSDN تحول هذا الملف أو هاي المجموعة الهائلة من الملفات من الأرشيف إلى، تحولهم إلى الـ HHD، لأن هذه الهاردات هي أسعارها أرخص من الـ SSD فتوفرهم هنا. نفس الوقت هذه الـ VMSDN هي راح تعمل نسخة لهذا الفيديو، عفوا لهذه الملفات او اي ملفات تكون موجودة على هذا بيئة الستورج، تعمل منهم نسخة بهذا المكان، تعمل نسخة بهذا المكان حتى يكون عندك availability. مثل ما ذكرنا مسبقا ان هذا السيرفر يحصل بيه اي مشكلة او هذول الهارد درايفز يحصل بهم اي مشكلة، راح يكون عندك نسخة بهذا المكان ويكون عندك نسخة موجودة بهذا المكان. في بيئة نوتانكس، راح يكون عندك موجود 4 نودز، يعني المقصود اللي هو 4 سيرفرز موجودين تحت 1 سيرفر، يعني كحاضنة او كشاسي يحتوي على 4 سيرفرز موجودين، او عندهم الموديل الثاني اللي هو يحتوي على 3 سيرفرز، 3 سيرفرز يحتوي على حاضنة واحدة موجودة. طيب اذا الحاضنة هي كلها تعرضت الى مشكلة، قسم من الناس يقول نعم في موجود ريدندنسي للسيرفر الثاني، لكن هم 4 يعتبرون رئيسيين، هم كفيرتشوال ماشينز مو كديديكيتد سيرفرز، هذا بحد ذاتها مشكلة. بعدين السيرفر سعره 120 ألف دولار، انا امن على نفسي انسخ كل هذه الداتا اطلع بها لبيئة السان فايبر شانل اوفر ايثرنت، واكون تحت المسمى الفايبر شانل،
وأكون أنا مرتاح. أطلع على بي إس إن منعزلة تماما، ستورج أريا نتورك مختصة لمجال خزن المعلومات كنت أب كجي بوتس ك اي ام سي اتش بي ديل، شركات كثيرة منافسة بالمجال. أكون موجودة عندي على النتورك، تكون هذه عندي اللان وهذه هي السان، وبعدين أدمجهم فايبر شانل أوفر إيثرنت إنكابسوليتد وأطلع بيهم للإنترنت، يكون كثير أفضل. هذه معلومة إضافية بالفيديو، بس مجرد أنه تستفيدون من عندها حتى يكون عندك معلومات عن الفندرز الثانية. هذا من جانب. الجانب الثاني اللي أحب أوضحه حتى نبدأ، فك في ام وير راح توفر لنا كالآتي. راح توفر لك يونيفايد اكسس، يعني هذه الكم الهائل من الأجهزة. لما يكون عندك داتا سنتر بحجم 30 كيلو متر مربع، يعني يكون عندك واحد من البلايدز او واحد من اي كان، راوتر، سويتش، لود بالانسر، تشوف كل الشركات موجودة داخل هذا الداتا سنتر، يكون عندك واحد من الأجهزة بمشكلة. متى ما يكون عندك يونيفايد اكسس، دخول موحد لكل هذه الأجهزة، شوفها تحت انترفيس واحد، يكون الموضوع أسهل طبعا. من جانب ثاني، هذا VMware تكلم عن الحوسبة الحكومية والحوسبة السحابية أو أي مسميات ثانية. هذا اللي هو سايد A وسايد B، عبارة عن بنايتين يحتوون على داتا سنتر موجودين تحت بيئة VMware أو الفي سنتر. مثل ما ذكرنا الفي موشن، حصلت أي مشكلة بهذه السيرفرات على طول راح ينقل كل الفيرتشوال ماشينز إلى السايد الاحتياطي من خلال بيئة الفي موشن أو تكنولوجي الفي موشن. تصبح العملية أسهل، عملية الباك اب أصبحت أسهل وأسرع. وإن كان حتى لو كان هذا السايت ما يحتوي على أي مشكلة، مثل جوجل، جوجل عندها فرع بمصر، فتنقل كل الفيرتشوال ماشينز مالها لفرع داتا سنتر اللي موجود بمصر حتى لسهولة الدخول إلى المعلومات، ويكون عندك مركزية في عملية البحث. حتى لما يبحث، يبحث لك مثلا داخل مصر، لو كنت تبحث حتى خارج مصر راح يفهم على طبيعة المعلومة. طيب الموضوع في داخل الداتا سنتر راح يكون الموضوع نوعا ما معقد. معقد من ناحية انه عندك الـ UCS Unified Computing System Management، هذا كسوفتوير موجود يتحكم لك بعدد من السيرفرات، وان الـ Virtual Machines عاملة Integrate خط مشترك معاهم، فواحد يقرأ الثاني، وعندك راوترات وسويتشات موجودة تحت الداتا سنتر. تكنولوجي مثل الـ SDN تسهل لك المهمة، وهذا الديزاين في طبيعة موجود في سيسكو، لكن جونيبر راح تظهر بيه بهذا الشكل أيضا. بعدين حتى نكون احنا في بيئة سيسكو أيضا، يكون عندك هذا الأربع انترفيس موجودين، توضحهم كلهم تحت الـ UCS Central، يعني أصبح عندك دومين كامل مع الراوتينج والسويتشنج اللي موجودين تحت مسمى الـ UCS Central، اللي هو راح يكون انترفيس واحد. مجرد انه تختار هذه القطعة، تدخل على الـ UCS Manager، شوف اي مشاكل عندك بالـ Blade Servers، عندك مشكلة بالـ VMware تدخل على الـ vCenter، عندك مشكلة بالـ Routing Switching راح يكون عندك انترفيس موجود تحته، موجود الراوترات، وتختار الراوتر تدخل له بكونسول او جوي او اي كان الاسلوب حسب الراوتر والخدمات اللي يخدمها. SDN ينطيك تقارير متكاملة عن الشبكة، تقارير عطلات، virtual machines ما عملت بوت، blade server يحتوي على مشكلة هاردوير، ينطيك الداون تايم، يعني انت تهيئ بيئة الـ SDN على حسب احتياجك للشبكة، شنو تحب اللي تعرفه عن الشبكة، او هذا الـ SDN هو راح يكون ينظم عملية الـ IP مانجمنت والترافيك اللي بيناتهم.
انت تهيئ على حسب حاجتك للموضوع. طور الموضوع اصبحت اكبر، فعملية المانجمنت ايضا اصبحت اسهل، هيكون موجود عندك هذا الدومين مع هذا الدومين او هذا الدومين او هذا الدومين، او اذا كانوا كيو سي اس سنترال يعني عندك انت 4 داتا سنتر، تكلم خاصة في بيئة الحوسبة الحكومية، انه وزارة الاتصالات راح يكون عندها سيطرة على كل الداتا سنترز تحت مركزية واحدة. لو حبوا يغلقون سايت، ما عندك اكسس لاي سايت كان ويب سايت، يكون عملية المانجمنت اسهل، تحديد عملية الترافيك، تحديد عملية الهاكينج، تحديد عملية السكيورتي، أمور أخرى. حبيت تتطور، ضفت أجهزة جديدة، سهلة جدا أنه مجرد إضافة تحت مانجمنت جديدة، راح تضيف انفراستراكشر جديدة للمجال، تكون مدمجة مع الانفراستراكشر اللي موجودة، فعملية السكيلابيلتي تكون أيضا أسهل ومسيطر عليها. طيب احنا لحد الان تكلمنا عن موضوع الاداره للموضوع وعمليه السنترلايزيشنز وكيفيه السيطره على المواضيع، حتى ننتقل للفيديو اللي بعد.